اهلا بحضراتكم مرة تانية. الحمد لله مكسب كويس، مكاسب كتيرة على المستوى الفني وعلى المستوى البدني. استاذ محمد، ايه رأيك في مكسب النادي الاهلي امبارح؟ ايه المكاسب غير طبعا ال 2-0؟ ايه المكاسب اللي النادي الاهلي جناها بعد مباراة انبي امبارح؟ يعني طبعا نتيجة جميلة ونتيجة مميزة، بنبارك نادي الاهلي وجمهوره. من اول مكاسب انك انت بتعود للانتصارات بقوة وبتضيف 3 نقاط لرصيدك عشان تحافظ على الفرق الكبير بينك وبين اقرب منافسيك، وبالتالي تقترب من حسم درجة الدوري. الحاجة التانية انك بترجع بعد غياب 4 شهور بتأدي بقوة، بتأدي بأريحية، بتأدي بنفس فكرك بنفس أدائك، عندك إصرارك وعندك لياقتك البدنية إلى حد ما. طبعا التوقف ده يأثر على أي حد في العالم. طبعا في العالم يعني ما فيش كلام، يعني حتى في الفرق العالمية شايفين التأثر واضح عليهم يعني. لكن الأهلي قدر يحافظ على شكله، على شخصيته، قدر يحافظ على إصراره وحماسه، وقدر يسجل في الدقيقة 64 ويواصل قوته ويسجل في آخر ثانية اللي هو متعود عليها. ده يعني النموذج اللي بيقدمه النادي الأهلي دايما يعني. الحاجة التانية في فرص للعيبة ظهرت بشكل كويس، الأطراف بتاعة الأهلي بدأت تظهر بشكل كويس، شفنا أيمن أشرف بيتحرك إزاي وبيصنع، شفنا محمد هاني من المكاتب الكويسة اللي الحلول، عندك حلول مختلفة هجومية بطرق مختلفة، يعني في حالة غلق الطرق قدام المهاجمين زي ما الكابتن حلمي كان عامل تقفيل للمفاتيح بتاعة لعب الأهلي طوال المباراة، فتيجي الحلول بتاعتك من الخلف، فإذا أنت فريق عندك حلول جديدة جدا فبتأكد على الحلول اللي موجودة عندك، مهما قفلت عليها الطريق فأنا عندي حلول تانية أقدر أحقق بيها المكسب. الحاجة التالتة حمدي فتحي لما رجع طبعا بعد غياب طويل جدا وبعد الإصابة، وده مهم جدا. الحاجة بعد كده انك بتكسب في غياب رمضان صبحي، الشحات، كهرباء، عدد كبير جدا، فده الفريق المتكامل اللي عنده مهما غاب منه عدد كبير جدا من اللاعبين. لهم تأثير بالتأكيد، لكن في انك عندك المخزون بتاعك اللي تقدر تخلص بيه وتحسم بيه اي مباراة يعني.